أسعد الله أوقاتكم أيها السادة أينما كنتم، بكل خير. استقرار العوام الجوية، وإن كانت درجات الحرارة قد مالت للارتفاع وخاصة على الدواخل طبعا على المنطقة الغربية، كان هذا بسبب منخفض حراري متمركز جنوب ليبيا. هذا المنخفض ساهم ولا زال خلال يوم الغد يساهم في ارتفاع في درجات الحرارة على العديد من المناطق الغربية. خلال يوم غد نتوقع أن تكون الحرارة أو تميل الحرارة للارتفاع على كل مناطق طرابلس وخاصة الدواخل. ستكون درجة الحرارة في المدن الساحلية على طرابلس تحديدا ما بين 30 إلى 34 درجة، وقد تتجاوز 34 درجة في بعض المناطق. مسراتة 33، في زوارة 32 درجة، قد تظهر بعض الخلايا من السحب من حين إلى آخر، ولكن تتركز السحب الهامة على مناطق الحمادة وبعض من مناطق المرتفعات، وقد تسحبها بعض الزوابع الرعدية. أما درجات الحرارة فتبقى مرتفعة، في بنوليد تصل إلى 37 درجة، أما في غريان فتصل إلى 35 درجة مئوية. الشمال الشرقي الليبي ستكون درجات الحرارة في البيضاء 26، طبرق 28، بنغازي 34، 38 درجة سترتفع في جدابية خلال يوم غد وبعد غد إلى 40 درجة، خاصة بعد غد على المنطقة في هذه في جدابية والمناطق المجاورة لها. في الجغبوب 35 درجة، سماء صافية إلى قليل السحب. هذا على المنطقة الشمالية. المنطقة الجنوبية لازالت الحرارة صيفية ولازالت مرتفعة في كل من غات والمناطق الأخرى المجاورة لها. درجة الحرارة نتوقعها في غات أن تصل إلى 41 درجة مئوية، ستكون في أوباري 39، كذلك الحال في مرزق، وصولا إلى هون 39 درجة، وخلايا من السحب تظهر على هذه المناطق مصحوبة ببعض الزوابع الرعدية خلال هذه الليلة. أما في الجنوب الشرقي فدرجات الحرارة أيضا مرتفعة صيفية على العديد من المناطق في الجنوب الشرقي. الكفرة تزرب السرير، تشهد هذه المنطقة سماء صافية، لكن درجات الحرارة تسجل ارتفاع أو تبقى مرتفعة، 41 درجة في الكفرة و40 درجة في تزربو، 39 في جالو. خلايا من السحب تظهر على جالو لكن بدون أهمية تذكر. النشرة الخاصة بالصيد البحري على المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت، تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وهذا طبعا النشرة البحرية. ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الساحل الممتد من رأس جدير حتى سرت، وتكون سرعة رياح من 5 إلى 20 أخذ، ارتفاع الموج من ربع متر إلى متر وربع. الرؤية جيدة في خلال النهار خاصة. الساحل الشرقي تكون الرؤية متوسطة خاصة أثناء هذه الليلة وصبيحة يوم غد. أما سرعة الرياح فتتراوح من 5 إلى 15 عقدة، لذا ارتفاع الموج لا يتجاوز المتر وربع على هذه المنطقة ساحل طبرق وكذلك ساحل بنغازي بإذن الله تعالى. إذا خلال يوم غد سترتفع الحرارة على المنطقة الغربية، لكننا نتوقع خلال يوم الثلاثاء أن تنخفض بشكل واضح على معظم مناطق الشمال الغربي، وحتى مناطق الجنوب تتأثر بهذا الانخفاض بإذن الله تعالى، لترتفع بالتالي يوم الثلاثاء على المنطقة الشرقية. تصبحون على خير، إلى اللقاء.